الو وقتاش؟ نهار 1 جوان في الصباح بكري مع حكاية ماضي ساعة ونص متاع الصباح جاي مريض للاستعجالي في معهد القصاب عيطولي باش نشوفه هو ومرأة أخرى اللي هي جات قبله على حسب الرقم متاع التسجيل متاعها. بديت نشوف المرأة هذيك ما يا اخي هو توجه لي معناها بعبارات بذيئه يدعوني اني انا نسيب المراه اللي قاعد نشوفها ونجي نعدي عليه هو. كيف طلبت منه انه يستنى دوره زاد توجه لي بعبارات بذيئه اخرى اللي مانيش في نقعد نوصف فيها اكثر من هكا، وقام يلحق فيا في الاروقه متاع قسم الاستعجالي في حضور اعوان الحراسه متاع المؤسسة اللي هما في حقيقة الأمر ناس كبار في العمر وضعاف حتى جسديا يعني يخافوا على سلامتهم هما قبل ما يخمم إنه يحمي الطبيب. تمت دعوة الشرطة مركز منوبة ومشينا غادي عملنا محضر شدوه الراجل في المركز قدام أعوان الأمن. قام سيد بتهديدي بالقتل قدام الأعوان وقدام الضبط من نوع هاني عرفتك وتو نوريك وما تعرفش على روحك وبين الموت وبين بنادم شبر الى اخره. الحقيقه اتصلنا بالمكلف بشؤون القانونيه تاع سبيطار القصاب وعدنا اللي هو باش يقوم بتتبع السيد هذا، ولكن اللي نحب نقوله اللي هو في كامل هالمده هذه اللي هي خذت لنا ساعتين ونص 3 سوايع من وقتنا في مركز الشرطه كانت الاستعجالي لجراحه اليد متوقف تماما، ما كانش فما طبيب يقوم بدوره، واذا كان جاء مواطن في الوقت هذاك يحتاج معناتها لهوه خاصه طبيه ما كانش بشقه حتى حد. علاش؟ على خطر الطبيب في مركز الشرطه قاعد يعمل في محضر ضد مواطن. في رايك علاش حاجه كيما هكا تصير اليوم؟ انا رايي مادام وصلت الحكايه للتهديد بالقتل معناها قدام الامن بيدو، معناتها المواطن هذايا ماهوش حاسس حتى ادنى خوف، وهو شبه متاكد من درجه الضعف اللي خلط لها الطبيب في المستشفيات اليوم، ويعرف اللي مهما قام به من اعتداء لفظي والا جسدي والا حتى توصل للتهديد بالقتل الحكايه، يعرف روحه اللي اخرها ابريتو شنو معناها طبيب وكهو. بين هذا شنو على خاطر قاعدين يشوفوا هما بيدهم مواطنين في وسائل الاعلام وغيره في الاعتداءات اللي ولات يوميه تتكتب في الصحافه المكتوبه وفي الصحافه المرئيه والمسموعه، واللي من هكا الوقت ونحن قاعدين نحكيو في الاعلام وما صار حتى شيء. ما ظهر ليش اذا كان مشى في باله انه باش تتغير حاجه ما بين شهرين التالي ونهارتها، هذاك علاش قام باللي قام به. واضح، مرسي عليك.